بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض الاستوديو سيتنج. لو انا عايز اضيف دور كمان هنا او اغير اسامي الادوار او اغير الارتفاعات بين الادوار، باجي من ديزاين اقول له استوديو سيتنج، بيقول لي دي الادوار اللي موجوده معايا، الجراوند، الدور الاول، الدور الثاني. ممكن تكون انت مثلا عايز تدي ده اسم مثلا فيرست، عايز تدي ده مثلا سكند، عايز تحط الدور كمان فوقيه انسيرت اباف، وتكتب الارتفاع هنا. تمام، خليه مثلا 4 متر. تمام، وقلنا ده الجراوند على الزيرو، والمسافة بين الجراوند والفيرست 3100. الفيرست ده الالفيشن بتاعه من على سطح الارض بتاعت المشروع كلها. ممكن انا اجي هنا في الجراوند عايز اضيف مثلا البيزمنت، انسرت بلو واسمي ده مثلا بيزمنت. هنا يبقى بالسالب بالارتفاع بتاعه. تمام، ولو عايز تحذف حاجة هاجي هنا واقول له ديليت ستوري بالشكل دوت. تعال نقول له اوكي، هلاقي ان البيزمنت ظهر عندي اهوت، والفيرست والسكند اتسموا كان الاول واحد واثنين.